أهلا وسهلا بالجميع في برنامج ريكاب. حلقة اليوم على جزئين، جزء أول مخصص لسوق الانتقالات اللي فتحت مؤخرا، وجزء ثاني مخصص للسيتي والبريمير ليج. هل حسمها؟ يلا أهلا وسهلا بكم. أول وأكبر الصفقات في سوق الانتقالات انتقال كيليان مبابي. بقدر ما نشوف توتر وحركية من جانب بي اس جي، بقدر ما نشوف هدوء وكأني بها ثقة مفرطة من ريال مدريد. كيليان مبابي دخل في 6 أشهر، القانون يقول يجوز لريال مدريد مناقشته والحديث معاه، ولكن بعد استئذان من ناديه. هذا ما صارش لحد الآن وما خرجش نهائيا، ولكن في محاولات بكل الطرق من باريس انهم يخليوا اللاعب عندهم. نقاش كبير، محاولة اغراء، محاولة استقطاب زيدان، محاولة الرفع من قيمة مبابي في النادي، كل مرة يرفع في العرض فريق باريس سان جيرمان. لكن اعتقد انه في محطة مهمة جدا باش تكون اللقاء اللي بينهم في الشامبيونز ليج في دور متقدم نسبيا بالنسبة للفريقين اللي طمحين للفوز بالشامبيونز ليج، باش يكون له تأثير في قرار مبابي. تسريبات فرنسية مقصودة تقول انه مبابي ممكن يجدد، وهذه طريقة من الطرق لإرباك اللاعب وإرباك ريال مدريد. ولكن صراحة ريال مدريد بخبرة بيريز هادي جدا، وكأني به عنده توقيع مبابي. تمسك الفريقين بمبابي كان باريس سان جيرمان أو ريال مدريد مستحق. هو لاعب المستقبل، 20 سنة كان بطل العالم، مواصفات اللاعب السريع المهاري القوي، شخصية كاريزما، كل شيء عنده، خليط ومزاج متميز جدا كيليان مبابي. قدوم ميسي لباريس كان مؤشر كبير جدا لريال مدريد انه هذا اللاعب من طينة الكبار. ما تأثرش مبابي، لا غير موقفه من الذهاب الى ريال مدريد، لا ضعفت قيمته في الفريق بقدوم ميسي، رغم وجود نيمار من قبل. نفس الشيء تواصل، مبابي هو الاكثر نجاعه، هو الاكثر حضورا، هو الاكثر فاعليه، اسيست، اهداف، هو الحاسم بالنسبه لفريق باريس سان جيرمان. طبعا انا لو كنت مكان مبابي اختار ريال مدريد، فريق مستقبل، فريق يكبر النجوم الى حد بعيد جدا. الشيء اللي صار مع رونالدو كان كبير وضعه في اليونايتد، ولكن لما انتقل ريال مدريد صار منافس للاعب اسطوري اسمه ليونيل ميسي على مستوى الجوائز الفرديه، على مستوى الارقام. ريال مدريد ليفل ثاني. لاعب ثاني موضوع يهمنا بشكل كبير، جدل كبير على بقى صلاح في ليفربول، عقده، تجديد عقده، طلبات صلاح كلها على بعد سنتين من نهاية عقده أو سنة ونص من نهاية عقده. عقد صلاح ينتهي 23، صلاح في سن 29 في أوجه، في مكان فاضي في ريال مدريد الجهة اليمين، أسينسيو، رودريجو، كلها حلول وقتية. ما فيش الحل الرسمي في المركز اللي تألق فيه صلاح مع ليفربول، يبقى العقد وقيمة العقد. إذا بيبيعه ليفربول لمدريد هنا الوضع صعب جدا، قيمة صلاح السوقية كبيرة جدا. صلاح اليوم ونحن في أفضل 3 في العالم في ترشيحات الفيفا، يعني هذا كله يعطي قيمة أكبر للصفقة. هل يقدر ريال مدريد يدفع ال 120-130 مليون اللي بيطلبهم ليفربول أو حتى أكثر بكثير مع مستحقات اللاعب؟ أنا أعتقد هذه بتكون صعبة شوية. هل ينتظر مدريد صلاح سنة ونص أخرين؟ هذا كذلك صعب، وصعب جدا، خاصة في ظل وضعية النادي. ممكن استقطاب مبابي باش يسكر بعض الشيء ماديا، لأنه صفقة باش تكلف النادي كثير. وضع محير بالنسبة لصلاح، هل في أفاق في برشلونة؟ برشلونة في حاجة للاعبين من ليفل عالي، ولكن هل في الفلوس؟ هو ليفربول طبعا رفض الموافقة على طلبات صلاح بال 400 ألف باوند أسبوعيا، رقم كبير جدا، ولكن صلاح هو الأفضل في ليفربول. ممكن انتظار سنة ونص لنهاية عقده، صلاح يمكن يعمل صفقة في سن 31، انتقال حر، وهذه الموضة اليوم في عالم كرة القدم. أغلب اللاعبين صاروا يبحثوا عن الانتقال الحر لأنه الصفقة تكبر بالنسبة للاعب ماديا، وفي أندية كثيرة صارت تصطاد هذه الصفقات. إيرلينغ هالاند لاعب موهوب، لاعب هداف بالفطرة، في الدوري الألماني مع فريق دورتموند مؤثر جدا جدا. سنه
صغير، كل العالم يبحث عن المهاجم الموهوب، المهاجم الهداف، المهاجم الشاب اللي يبني عليه مشروع. طبعا المكان اللي واضح جدا راس حربة في برشلونة، لكن الوضع البرشلونة قادر يدفع 150 مليون 160 مليون يورو اللي طالبهم أو اللي يحب عليهم فريق دورتموند. أنا أعتقد أنه هذا وضع صعب جدا جدا، ممكن التوافق، ممكن الحصول على عقد أقل، ولكن الموضوع كله بيد اللاعب وفريق دورتموند. ما أعتقدش أنه برشلونة بس يرفض هذه الهدية إذا توفرت له، ولكن الأخبار ما تقولش بصريح العبارة أو بتلميح واضح أنه برشلونة يستقطب هالاند، لأنه هذم اللاعبين كل ما صار حولهم جدل، كل ما تطرح اسمهم إلا خرج للإعلام وخرج بقوة. في هدوء في هذا الموضوع، في شك في هذا الموضوع، ما زال أعتقد أنه برشلونة مش متمكن من الموضوع، مش واثق 100% في إمكانية اللاعب، في أنه اللاعب يناسب ستايل. ما ننساوش أنه في مدرب جديد داخل على برشلونة يبني في مشروع جديد، يحتاج لمواصفات خاصة للاعبين. ممكن هالاند لاعب يحب المساحة، يحب الانطلاقات السريعة، برشلونة يحب على مهاجم يلعب في الضيق في وسط اللاعبين بشكل محطة، مش اللاعب اللي كرة رأسية واللاعب اللي يستعمل السرعة ويبحث عن المساحة، لا، يحب على لاعب أكثر يلعب في الزحمة، يلعب الهجمة المركزة، يتحرك في مساحات ضيقة، 4 متر يمين 4 متر يسار، ودائما موجود في مواقع أو بمواصفات ممكن مهارية تحت أكثر من اللي استعمال جسمه نفس ما هالاند واستعمال قوته وسرعته والكرات الرأسية. أنا أعتقد أنه حتى مواصفات اللاعب مازال مش واضح جدا أنه هو المناسب لبرشلونة. أكيد فارق 13 النقطة عن فريق تشيلسي، أكيد حسب رأيي أنه انتهى موضوع تشيلسي بالنسبة للمنافسة مع السيتي على البريمير ليج. لكن في منافس ثاني وأخطر من تشيلسي اللي هو ليفربول. ليفربول في صورة ما تعادل في المباريات، يعني لعب نفس 22 مباراة مع السيتي، يمكن يكون الفرق 8 نقاط، فرق 8 نقاط 17 جولة مازالوا، مش ندخلوا على تشامبيونز ليج، مش ندخلوا على 2 منافسات في نفس الوقت. مباراة 9 أبريل بين الاثنين هي المباراة الحاسمة، إذا فاز فيها السيتي انتهى الدوري نهائيا للسيتي، وإذا فاز ليفربول صفحة نهاية الموسم باش تكون رهيبة جدا بالنسبة للبريمير ليج، لأنه باش يصير الفارق يتقلص الفارق بشكل كبير، ومازال فيه تقريب شهر ونص بريمير ليج. ولذا بالنسبة ليفربول السيتي مازال الموضوع في الملعب، 17 مباراة مازالت، 51 نقطة في الملعب. أنا أعتقد أنه البريمير ليج مش من البطولات اللي تحسم بهذه السهولة. واحدة من النقاط المهمة جدا في هذه المعادلة هي دخول السيتي أو إعادة التركيز السيتي مع تشامبيونز ليج الأوروبي وما يمكن أن ينجر عنه. كنا نذكر أنه حسن إدارة الموقف بالنسبة للسيتي هو اللي خلاه اليوم متصدر البريمير ليج وخلاه يعمل هذا السيزن إلى حد الآن، لكن في صورة الوصول مرة ثانية للنهائي وعدم الفوز به، أنا أعتقد هذا بشي يخلي شوية مشاكل. في صورة الخروج قبل الدور النهائي أكيد أنه هذا كذلك بشي يعمل مشاكل لغوارديولا خاصة ولفريقه. واحد من الأهداف المهمة جدا هي تشامبيونز ليج بالنسبة للسيتي، طبعا ذكي جدا غوارديولا يحب يضمن البريمير ليج وبعدين يركز مع تشامبيونز ليج، لكن إذا ما ضمنش البريمير ليج من خلال هذه المباراة المنتظرة جدا بين ليفربول والسيتي، أنا أعتقد عنده فعليا مشاكل. أخيرا هذا هو رأينا، مبابي رايح ريال مدريد، صلاح ممكن يروح ريال مدريد، هالاند مستحيل يروح ريال مدريد. أخيرا السيتي بطل البريمير ليج بنسبة 75%. ننتظر تفاعلكم، أهلا وسهلا بكم.